أحييكم بتحية الإسلام الخالدة، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، أرحب بكم أجمل ترحيب وسعد الله صباحكم بكل خير وبركة بانطلاقات هذا الصباح المميز ثالث أيام مهرجان الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه، انطلاقة الشوط الرابع لفئة اللقاية القعدان والخمسة كيلومترات، هي الرحلة التي تضم هذه النخبة من الأصايل وهذه الشعارات الكبيرة الحاضرة في هذه المنافسات المشرفة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. هنالك جائزة نقدية قيمة بانتظار صاحب المركز الأول. نبدأ على بركة الله بعد المراكز الأولى ومن يتواجد مع المقدمة والصدارة. المتحد لسالم بن سعيد بن منانة يتواجد المتحدي، ينطلق باندفاعة المتحد على الصدارة وعلى مقدمة الشوط، بينما المركز الثاني أتابع موفق بشعار عبيد بن علي بن عبيد السناري يتواجد في المرتبة الثانية باندفاعة موفق في هذا التحدي، بينما المركز الثالث أتابع القادم والحاضر لوسيل مبارك بن عنزان بن خاتم العنزان النعيمي يتواجد بمشاركة لوسيل على المركز الثالث، بينما المركز الرابع أتابع القادم مبعد بشعار مكتوم بن سعيد بن منانة يتواجد بمشاركة وتحديات واندفاعة مبعد على المركز الرابع، بينما المركز الخامس أتابع الأسماء القادمة والشعارات الحاضرة. الاسم القادم هنا يتقدم شعار العطية، يتقدم مع عجيب خليفة بن عبد الله بن علي العطية مشاركا باندفاعة عجيب على المركز الخامس. هذه نتيجة مشاهدين الكرام مستمعين الأفاضل للخمس المراكز الأولى، الخمس الأسماء، الخمس النجوم التي تسيطر وتنطلق في موقع التحدي والمنافسة في معركة هذا الشوط من أجل الناموس والانتصار. الكل حاضر في هذا التحدي، الكل طامع بالناموس، الكل يتقدم من أجل المنافسة المشرفة ومن أجل التحديات الكبيرة على أرضية ميدان التحدي ميدان الشحانية. ولكن أعود مع المقدمة والصدارة، المتحد ما زال مندفعا مع صدارة مقدما شعار المتحدي سالم بن سعيد بن منانة يفرض السيطرة على المقدمة، يقدم هذا الأداء الكبير باندفاعة المتحد الذي ما زال غائدا لمسيرة هذا الشوط، بينما المركز الثاني يتقدم موفق بشعار عبيد بن علي بن عبيد السناري يتواجد بمشاركته الكبيرة غادما بحضور موفق على المركز الثاني، بينما المركز الثالث يتقدم مبعد حاضر بشعار بن منانة، يتقدم مكتوم بن سعيد بن منانة بن قدير الكتبي حاضرا ومتواجدا باندفاعة مبعد على المركز الثالث، بينما المركز الرابع يتقدم عجيب بشعار خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية يتواجد في هذه المنافسة، يقدم عجيب، بينما المركز الخامس أتابع القادم والحاضر هنا النشمي بشعار جاسم بن خليفة بن خميس العمري يتواجد بمشاركة وتحديات النشمي. هذه النتيجة مشاهدينا الكرام للخمس الأسماء الأولى، الخمس الشعارات المتواجدة والمنطلقة في موقع التحدي والمنافسة، المنعطف الأخير نحو الاتجاه الصحيح نحو خط النهاية، ومن يود الناموس والمنافسة يلحق في ركب المقدمة مع هذه الأصايل مع هذه الشعارات الكبيرة. ولكن ما زال المتحدي يفرض السيطرة على المقدمة وعلى الصدارة بمشاركة المتحد الذي
ينطلق ويسيطر على زمام الأمور. سالم بن سعيد بن منانة ما زال المتحدي مع المتحد على الصدارة، ولكن يتحرك السناري وجاء العطية وجاء بن منانة وجاء العمري، خمسة مراكز تتنافس في موقع واحد من أجل المنافسة من أجل الناموس. الكيلومتر الأخير يا مضمرين، الكيلومتر الخطير. السناري على البداية موفق موفق موفق، عبيد بن علي بن عبيد السناري ولكن عجيب يخطف الصدارة ينطلق مع المركز الأول. عجيب بشعار خليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية النشمي غادم مع أهالي السلطنة قادمين وحاضرين، وحاضر جاسم بن خليفة بن خميس العمري مبعد مع بن منانة على المركز الرابع، والمتحدي مع المتحد على المركز الخامس. ولكن معركة البداية ما زالت مع عجيب، ما زال مسيطرا على الصدارة العطية بشعار النجوم، ما زال ينطلق في مقدمة هذا الشوط. خليفة بن عبد الله بن علي العطية مع المركز الأول، النشمي على المركز الثاني، يتقدم جاسم بن خليفة بن خميس العمري. ولكن 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 عجيب 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 العطية يفرض السيطرة، ينطلق مع الأمتار الأخيرة محققا هذا الناموس والانتصار، مهديا السلامات إلى العطية في هذا الصباح المميز وهذا الأداء الكبير. عجيب يقدم هذا الأداء الكبير، عجيب ينتزع الناموس. تهانينا والمبروك لخليفة بن عبد الله بن علي بن عبد الله العطية على فوز عجيب وتحقيق للإنجاز. المركز الثاني النشمي لجاسم بن خليفة بن خميس العمري، والمركز الثالث مبعد لمكتوم بسعيد بن منانة، والمركز الرابع مبلش بشعار عامر بن راشد بن راية المري، والمركز الخامس موفق لعبيد بن علي بن عبيد السناري. هكذا مشاهدينا الكرام المنافسة والتحدي في ثالث أيام هذا المهرجان الكبير، فجاء شعار العطية محققا هذا الناموس مع عجيب الذي قدم الأداء الكبير والمميز مع الأمتار الأخيرة بشعار نجوم شعار العطية. 7:26 76 جزءا من الثانية، تايم الناموس لخليفة بن عبد الله بن علي العطية على فوز عجيب بناموس هذا الشوط. المركز الثاني النشمي 7:29 13 جزء من الثانية، تايم الناموس لجاسم بن خليفة بن خميس العمري على فوز النشمي في المركز الثاني. المركز الثالث مبعد 7:29 76 جزءا من الثانية، تايم الناموس لمكتوم بسعيد بن منانة بن غدير الاكتبي على فوز مبعد في المركز الثالث. تهانينا والناموس لجميع الفائزين. انطلاقة الشوط الخامس وبصوت الزميل محمد بن عايض العتيبي.